سيبك من قائمه اغلى اللاعبين وركز معايا في قائمه ترتيب المجموعات، لانه كل شيء بقى او اصبح خارج حدود المنطق. مش بس مرتبط بالنتائج، ده مرتبط كمان بتاثيرها على ترتيب الفرق. واي حد اي حد حتى اللي ملوش قوي في الكوره او مش متابع قوي كوره هتساله قبل ما يبتدي دور المجموعات في دوري الابطال مين ممكن يكون متصدر الترتيب او مين الفرقتين اللي ممكن يكونوا اقرب لتذكرتي التاهل، غالبا الاجابه هتكون واحده عند كل اللي هتسالهم، او لو سالت 10 9 هيجاوبوا نفس الاجابه منها. لكن لما تيجي تشوف بعد تاني جولات اخبار الترتيب ايه والنتائج عامله ايه، شيء لا يصدقه عقل. خليني ارحب بضيوفي المحللين الفنيين النهارده في السادسه، نادر شبانه وسعيد علي، بيشرفوني النهارده. مساء الخير سعيد. مساء الخير يا استاذ احمد، اهلا بيك. نور الدنيا. نور بوجودك دايما. نادر رحمه حبيبي. مساء الفل حبيبي، دايما مبسوط اني بطلع معاك ولاول مره مع سعيد، وان شاء الله تكون حلقه خفيفه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله خليني ابدا معاك، وقبل ما ابص على نتائج المجموعات واشوف الجوله الثانيه من تشامبيونز ليج افريقيا، اخد رايكم بس مبدئيا في مباراه امبارح. مباراه امبارح كانت تخلص كام يا سعيد؟ النتيجه العادله من وجهه نظرك؟ هو لو في حد ظلم في المباراه انا بعتقد مارسيل كولر. يمكن هو قرا الجيم كويس جدا، تعديلاته في الشوط الثاني، ادارته للمباراه كانت جيده جدا، لكنه دفع ضريبه قله التركيز في الثلث الاخير من الملعب والتكاسل في الحاله الدفاعيه. فاعتقد كان العدل ان يخرج كولر فائزا، لكن مش من العدل ان لعيبه الاهلي بهذه الحاله وقله التركيز والتكاسل انهم يكونوا كسبانين. فاعتقد انها نتيجه عادله لما جرى داخل الملعب، لكن مارسيل كولر كان يستحق نتيجه افضل. يعني اللي ظلم في نتيجه مباراه امبارح هو مارسيل كولر. صحيح، وممكن ندخل في التفاصيل بعد شويه نشرح بدقه كان حصل ايه. وجماهير الاهلي برضو اتظلم. بالظبط. يعني بالظبط. مش هو لوحده. بالظبط، هو الفتره الاخيره في بعض المؤشرات بتقول ان في حاله لا تركيز، ويمكن بيان مجلس اداره النادي الاهلي كان واضح جدا ان في حاله تشبع. وانا بشوف ان الرساله اللي كانت طالعه ما كانش مجلس اداره الاهلي طالع يقول للجمهور ان احنا جامدين قوي واخدين بالنا، بقدر ما هو بيتبع مجموعه خطوات بتلفت نظر اللاعبين ان احنا ابتدينا الموسم في حاله لا تركيز، في تكاسل، اللي جاي خطوات تصاعديه. لو نتذكر مع بعض الموسم الماضي حصل ايه، هنشوف ان مجلس اداره النادي الاهلي طبق او وقع عقوبه بخصم 10% من رواتب اللاعبين بعد مباراه صن داونز، وربط اعادتها بالتدريب لدوري ابطال افريقيا. فانا بشوف ان التصعيد بدا يحصل، وان النادي الاهلي واعي ومدرك ان في حاله تشبع حصلت او هتحصل عموما زي ما بيحصل في العالم بعد 5 بطولات. اتخذ كل الخطوات بدايه من انه دعم بصفقات جديده عشان تعطي نفس جديد في اوضه لبس الاهلي، مرورا بان في مدير فني بيتبع سياسه التدوير فبالتالي في منافسه طول الوقت، وصولا الى المساءله الدوريه. يعني النادي الاهلي ما استناش لنهايه الدور الاول، ما استناش لنهايه الموسم، لا، من بدري قوي في جلسات، في حساب طلع بيان رسمي بيقول احنا بنرصد حاله تشبع، الخطوه اللي جايه هتبقى هي العقوبات. فاعتقد النادي الاهلي مدرك واعي بيتخذ خطواته، فان شاء الله اللعيبه تدرك ده مبكرا علشان ما نروحش للسيناريو الأسوأ. طيب قبل ما اسمح رايك يا نادر، تسمح لي معانا مدير الاعلام بفريق شباب لوزداد السيد عبد القادر شنيوني. تمام. هيكون معانا خلال مداخله هاتفيه. انت عارف طبعا مباراه على مستوى كبير جدا من الاهميه، بتضم على الحسابات وبالورق اهم واكبر فرقتين في المجموعه. الكل كان بيرشح الاهلي وشباب لوزداد للتاهل عن المجموعه دي، لكن يمكن تكون حساباتها اتلخبطت الى حد كبير نتيجه نتائج مش متوقعه. واهمها واغربها اكبر مفاجاه بعتقد في المجموعه دي هي خساره شباب لوزداد امام فريق ميدياما الغني. ارحب بالسيد عبد القادر. مساء الخير واهلا وسهلا بيك، بشكرك طبعا على مشاركتك معنا، واهلا وسهلا بيك في قناه الاهلي. مساء الخير استاذ احمد سمير، تحياتنا اليك والى كل من هو موجود في الاستوديو. ما هو سؤالك؟ خليني أبدأ معاك بمباراة الجمعة. بداية يهمني أعرف منك طبعا استعدادات فريق شباب لوزداد لمواجهة الأهلي هنا في القاهرة أو في ملعب برج العرب تحديدا في الجولة الثالثة من دور المجموعات. المباراة أولا تجري بإسكندرية ومش في القاهرة حسب الرسالة التي وصلتنا من الكاف. فيما يخص المباراة، شوف، الملاحظة الأولى هي أن في الشامبيونز ليج، يعني خلافا وبالمقارنة مع السنوات الماضية، أصبحت كل الفرق الإفريقية اللي تشارك كلها عندها مستوى وكلها عندها حضور. إذا فيما يخص مباراة الغد بالنسبة للأهلي والشباب،
الأهلي فريق كبير معروف عنده تاريخ، لكن صراحة في المباراة اللي شفتها أنا أمس ما ظهرش ب يعني مستوى كبير فريق الأهلي. هذه وجهة نظري. وإحنا في مباراتنا كمان يعني خسرنا المباراة في الدقيقة الأخيرة. أنا هاجي لمواجهة شباب بلوزداد وميدياما إذا سمحت لي، بس نقول أن شباب بلوزداد يعني ضيع بعض الفرص، لكن ما نقول كذلك أنه طيب. قدم مباراة كبيرة. قبل ما أتكلم على نتائج الفرقتين إذا سمحت لي، يهمني أعرف يعني حساباتكم بالنسبة لمباراة أو لمواجهة الأهلي هنا في مصر. أعتقد أن حسابات المجموعة بعد النتائج الجولة الثانية أصبحت معقدة إلى حد كبير. خسارة شباب بلوزداد مباراة الجمعة القادمة هتصعب بشكل كبير جدا من فرصه ومن حظوظه، وبناء عليه من وجهة نظرك طبعا تقديراتك لأهداف شباب بلوزداد من مواجهة الأهلي يوم الجمعة اللي جاية. شباب بلوزداد يتنقل لمصر من اجل الفوز صراحه، يعني انا اقول لك كيف يفكر الان فريقنا، معنوياته مرتفعه جدا، هو يفكر في الفوز، لكن التعادل بيناسبنا احنا، لانه ليش التعادل معناها 4 نقاط، فاذا كان فريقي حب يتاهل للدور الثاني على الاقل يحقق 9 نقاط، احنا نقول ان ربما بامكاننا نفوز على ملعبنا بامكان المباريات، وحتى في مباراة العودة يعني أمام الفريق يونغ أفريقيا المنظم أن المباراة راح تكون صعبة، يعني فريقنا عنده إمكانات، مثل ما تحدثت مع العديد من القنوات، فريقنا عنده إمكانات وعنده لاعبين عندهم تجربة تتجاوز أعمارهم 30 سنة، لعبوا في المنتخب ولعبوا خارج الوطن، إذا عندهم تجربة، عندنا حارس ممتاز، عندنا دفاع ممتاز، عندنا في الهجوم 3 مهاجمين ممتازين، وبالتالي نقول أنه تبقى حظوظنا قائمة في هذه المباراة، ولو أن الأهلي يبقى فريق كبير ومحترم، لكن أقول لك بصراحة أن فريقنا جاي بمعنويات مرتفعة، جاي على أساس أن أبسط شيء أنه يعمل تعادل، يعني هو يفكر أنه راح يفوز في مصر. هو هذه معنويات الفريق والمدرب ومسيري الفريق، يقول لازم بعد الخسارة 2-1 في المباراة الماضية، يقول أن فريقنا عنده استعداد وعنده إمكانات باش يحقق نتيجة إيجابية، يعني ليش لا؟ طيب ولكن في كرة القدم كل شيء ممكن. طبعا الأهلي ما قدم إذا سمحت لي يعني خلينا النواحي الفنية دي بالمباراة، وبالتالي يعني في مثل هذه المباريات لا يمكن أن نحدد ونقول يعني أكيد طبعا بس هو بس الدوافع يعني مفيش فريق بيلعب كرة يا سيد عبد القادر ما عندوش الرغبة في تحقيق الفوز سواء على ملعبه أو خارج ملعبه، لكن وأنا هأجل بس إن الناحية الفنية قياسا على المباراتين اللي خاضهم فريق شباب بلوزداد، الأولى كانت على أرضه أمام يانج أفريكانز، والحقيقة يمكن رغم خسارة يانج أفريكانز إلا إنه قدم مستوى ومردود طيب جدا، وكان في أوقات كتير جدا بيمثل خطورة على شباب بلوزداد، أو مباراته الثانية اللي خسرها أمام ميدياما حديث العهد بالبطولة. لكن بداية خليني أعرف منك، هل عندكم أي مواجهات على المستوى المحلي قبل مباراة الجمعة القادمة؟ لا نعم ما فيش، احنا المباريات توقفت، ما لعبنا حتى مباراه، ما لعبناش يعني منذ ان فزنا ب3-0 ما لعبنا مباراه. منتظر تيجي يعني مباريات الدوري بالنسبه لفريقنا اللي شارك في هذه البطوله ما اخذ اي مباراه في اطار الدوري. بالنسبه لقائمه يعني الفريق هل هتشهد اي غيابات؟ يعني فريق يجهز نفسه للمباراه والمباراه الافريقيه، يعني المجال مفتوح امام فريق بتحضير جيد. بالنسبة لقائمة الفريق اللي هتوصل لمصر إن شاء الله هتشرفونا هنا، رحلة الفريق بداية هتكون إمتى؟ وهل في أي غيابات في صفوف فريق شباب بلوزداد نتيجة لا قدر الله إصابات أو نتيجة إيقاف؟ بالنسبة للإيقاف ما في، يعني في عدة إنذارات بالنسبة للاعبين، لكن إيقاف ما عندنا إيقاف. الفريق على كل في مجموعة كبيرة من اللاعبين، كداب المدافع الذي خرج الطبيب لم يقرر بعد، لانه يعني لازم يكون في اجتماع بين المدرب او الطاقم الفني والمدرب حتى يقررون اذا كان يعود في المباراه، لانه خرج في المباراه اللي هو كداب قائد الفريق قلب الدفاع. بالنسبه للمجموعه هي نفس المجموعه راح تتنقل، ولكن من سيلعب، من هو الاساسي ومن يلعب في دكه الاحتياط
هذا المدرب هو اللي قرر لحد الآن. راح المدرب بكرة راح يعطينا القائمة تاع كل الفريق، لكن من راح يلعب أو من يغيب هذا صراحة والله ما عندي فكرة. طيب ازاي بتشوف شكل المنافسه في المجموعه سيد عبد القادر؟ يعني يمكن ميديزاما لغايه دلوقتي الحقيقه يمكن يكون هو الحصان الاسود داخل المجموعه الرابعه. ازاي بتشوف المنافسه؟ ازاي بتشوف مين الفرقتين اللي حظوظهم او فرصهم اكبر في التاهل عن المجموعه دي من دوري الابطال؟ والله انا سبقت وقلت لك انه صراحه الان في هذه البطوله يعني كل فريق شفنا الوداد كيف خسر، شفنا كيف سان داونز خسر، يعني كل شيء ممكن، يعني حظوظ كل فريق وارده، لا يمكن ان نقول ان فريق ضعيف او كذا، يعني كل شيء ممكن. انا في البدايه تحدثت مع قنوات من التلفزيون المصري عن ما تحددت المجموعات، قلت ان الاهلي سيكون من المرشحين ل يعني الوصول الى الدور الثاني، لكن الان اتضحت الامور ان كل شيء صعب. يعني اذا ممكن اذا كان فاز بكره الاهلي الحظوظ تكون كبيره جدا، اكيد ان حظوظه يعني يصبح عنده فريق يصبح عنده 7 نقاط فحظوظه تكون كبيره، لان المباراه القادمه راح يلعبها مع يوفوز على ملعبه، يعني 7+3 7 ب10 نقاط اكيد يتاهل. ولكن كل شيء يتوقف على مباراه الغد. إذا كان الأهلي تعثر فتبقى يعني حظوظ كل الفرق اللي في المجموعة حظوظ قائمة، كل شيء ممكن. هل في تنظيم لرحلات من نظري يعني بتجربتي؟ هل تتوقع حضور جماهيري من نقول أن كل شيء ممكن في كرة القدم، وأصبحت الفرق التي تشارك في الشامبيونز ليج لها مستوى ولها حظوظ ولها فكرة الآن على البطولة، يعني تلعب بدون خوف عندما تلعب مع فرق كبيرة معروفة عندها تجربة في الميدان وتجربة في هذه البطولة، تلعب معها بدون عقدة وبدون خوف. أكيد طبعا هذا ممكن. إذن كل شيء ممكن، يعني صراحة كل شيء ممكن، بالذات في كرة القدم كل شيء وارد. لكن يمكن عشان إحنا يعني كجماهير حتى مش بس كلاعبين او كجهاز فني بقى عندنا خبرات، مرحله دور المجموعات دايما مختلفه عن المراحل الاقصائيه، ويمكن كل الفرق الكبيره بيبان مستواها الحقيقي في المواقف الصعبه او في الادوار الاقصائيه لما بيبقاش اي فيها اي فرصه للتعويض. خليني اسالك، هل في رحلات هيتم تنظيمها لجماهير شباب لوزداد للحضور لمباراه الاهلي والشباب يوم الجمعه؟ اي نعم، في حضور في جمهور يتنقل. نعم، اهلا وسهلا بكم في بلدكم الثاني. هو يتنقل ولا حبيت اذكرك في شيء، تذكرنا العام الماضي الاهلي مثلا كاد يخفق في دور المجموعات، صح ولا لا؟ مظبوط، والتاهل يعني ما كان بسهوله العام الماضي. أكيد. بالنسبه للاهلي في دور المجموعات. الو، ورغم كده ورغم البدايه المتعثره ورغم كده عاد بقوه في صحيح. في الدوره الثانيه، يعني أيه. هذه كره القدم فيها لكن اقول بصراحه يعني فريقنا وصل 4 مرات للدور الربع نهائي على التوالي، لم يتخطى دور الربع نهائي. الهدف الان الجول بتاعنا صار الوصول على الاقل للدور النصف النهائي، لكن في كرة القدم هناك نقطة استفهام، كل شيء موارد وكل شيء ممكن. ولذا أنا أشير للكلب إن شاء الله نتمنى أن تفوز المباراة فيه بروح رياضية، نتمنى أن الفريق الأقوى الفريق اللي يفوز لازم نعترف له ولازم نحييه. هذه أنا أمنيتي وأمنية كل الناس العاقلين والناس اللي تفكر تفكير جيد، لأن كرة القدم لازم تكون هي بالعكس صداقه وموده طبعا وقارب. طبعا مش أكيد. مش أكيد. كره القدم نريد طبعا. ان ننسى كل الامور اللي هي مش كويسه صراحه صحيح. احنا لو يفوز الاهلي صراحه احنا والله نتمنى له كل الخير، هذه هي يعني كره القدم، احنا ما نحب نوصل لهذيك الامور اللي هي تفسد يعني العلاقات وهذيك الامور، احنا ما نحبها، احنا نلعب مع فريق كبير واحنا كذلك عندنا فريق كبير. وش نتمنى ان المباراه تفوزها روح رياضيه، بطبيعه الحال المشجع يحب فريقه يفوز كل واحد، وانا انا شخصيا نتمنى ان شباب الوزداد هو اللي يفوز، لكن اذا كان الاهلي اقوى مني
فاعترف له وارفع له القبعه واقول له شكرا بارك الله فيك. في النهايه سيد عبد القادر هي مباراه بين اشقاء، نتمنى انها تكون على مستوى عالي. اشقاء وبعدين هذه كره قدم طبع. مش طبع. مش طبع. حرب يعني كره قدم، يعني احنا نتمنى كل الخير طبعا صراحه. والله الواحد يتمنى الخير، احنا اشقاء واخوه وكفانا هذه المشاكل. طبعا طبعا ده شيء ما فيش شك. انا شخصيا والله ما نحب الامور هذه. انا احييك على ده واكد على كلامك، هو اللي يفوز. واكد على كلامك، الرياضه عموما مش بس كره القدم هي وسيله من وسائل التواصل والمنافسه الشريفه بعيدا عن كل انواع التعصب او الكراهيه. والله صحيح. صراحة هذا ما نتمناه. صحيح. كنا نحكي، أنا اليوم كنت نقرأ في مقال هنا في 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 الجزائر، مقال عجبني كثير، يعني مقال وين الصحفي يتكلم عن العلاقات الطيبة وكذا، يعني مباراة كرة قدم لا أكثر. صحيح. معناها هو الأقوى. صح في بعض الأحيان فيها حظوظ لكن مش دائما، الحظوظ تيجي مرة في الألف. لكن عندما يفوز عليه فريق بالأداء وبالأهداف ينبغي أن تعترف له أنه أقوى منك. نتمنى وصولكم بالسلامة، تشرفونا هنا في بلدكم الثاني في القاهرة. مش عارف رحلتكم هتكون على برج العرب على اسكندرية مباشرة ولا هيكون في محطة في القاهرة. نتمنى لكم سلامة الوصول ونتمنى لكم طبعا التوفيق في مشواركم، وأنا شخصيا أتمنى تأهل الأهلي وشباب بلوزداد عن المجموعة الرابعة في البطولة. وكل التحية لماركوس باكيتا بقى اللي هتكلم عليه طبعا مع ضيوف في نادر وسعيد. دلوقتي بشكرك سيد عبد القادر طبعا شنيوني مدير الاعلام في نادي شباب لوزداد، ونتمنى لكم ان شاء الله باذن الله اقامه سعيده في بلدكم الثانيه مصر. طيب الليفر النهارده كسب في مباراه ملحميه، يعني ما تابعتش الجزء الاخير منها، كسب 4-3 وتوتنهام تقدم وسيتي تعادل من شويه. شفت لحظة الألم لحقتني. طيب خليني أروح لنادر، وإحنا يمكن كنت بسمع رأي سعيد عن المباراة. أنا بيتهيألي إن واحدة من الإيجابيات، أنا بص يا نادر، أنا شايف إن المرحلة دي صعبة جدا، صعبة على كل المستويات، صعبة بالنسبة للجمهور جدا، في قلق وتوتر، صعبة على مستوى اللاعبين اللي حاسين بإن هم ما بيقدموش المستوى اللي هم قدموه السنه اللي فاتت والجمهور متوقعه منهم. الضغط اللي موجود على مارسيل كولر نتيجه انه البدايه السنه دي مغايره تماما للمستويات الرائعه، فهي مرحله ضغوط في توقيت صعب. عندك مواجهه وحيده اخيره قبل ما تروح لبطوله كاس العالم اللي بنتمنى ان الاهلي فيها يقدر يروح لبعيد، وعندك مواجهه صعبه مع شباب لوزداد هنا هيكون ليها تاثير كبير جدا على مشوارك في مرحله المجموعات في دوري الابطال. ازاي تتعامل مع المرحله دي من وجهه نظرك؟ هل القصه زي ما قال سعيد من شويه هي انها قله تركيز، ولا شايف انه الضغوط المتراكمه من اول السوبر الافريقي مرورا بالدوري الافريقي مرورا بتعادلين في الدوري المحلي زودت من حجم الضغوط على الفرقه، وبالتالي ده كان ليه تاثير عكسي؟ هبدا يعني من حيث ما انت انتهيت، وتحديدا الخساره بتاعت السوبر الافريقي. الخساره دي عملت زي هزه كده بسيطه في بدايه الموسم، في بدايه السيزون، في الوقت اللي اصلا كان لسه الاهلي ما كانش خلص قصه المهاجم. بعد قبل ما كان يجي انتوني موديست، بعد كده انتوني موديست بيوصل، وبعد ما بيوصل بيبقى في مشكله ان هو يشارك. ضيف على كده بعدها بتشارك في بطوله السوبر ليج، اصابات بالجمله، انت بتلعب سيمبا وغايب عنك 5 أو 6 لعيبه، مرورا بالتوقفات الدوليه اللي حصلت، وان بعد كل توقف لعيبه بيجي لك بدنيا تعبانه. ده كله حاجات. السوبر ليج ده انا ممكن اقف معاك فيه كتير لو اكلمك كجمهور. السوبر ليج انت كنت كسبان سيمبا هناك وفرطت في الفوز، هنا وفرطت في الفوز، سان داونز فرطت في الفوز، يعني اصلا كلها ماتشات سهله. مش هنقول سهله بقدر ما هي كانت في المتناول. يعني انك انت تقدر انك انت تعمل نتائج احسن من كده. ما انا جاي لك في الكلام ان كل الحاجات دي مع النتائج السلبيه، مع الخروج من بطولتين، مع خساره بطولتين في اقل من 3 شهور، ده شيء طبيعي جدا ان هو يعمل هزه. يعمل خلل بسيط في المنظومه كلها بشكل عام، مش بس في الفريق. فاللي بيحصل دلوقتي ان زي ما سعيد تفضل وقال لك ان بيان النادي الاهلي كان واضح وصريح جدا ان بمجرد ما في اي لا قدر الله سقوط تاني او 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 احساس بالتخاذل تاني، وان كنت ما كنتش متفق مع جمله التشبع بالبطولات، لان ما فيش نادي كبير في الدنيا بتشبع بالبطولات، لكن حاله اللعيبه هي امر واقع ان احنا شايفين ان هو بيحسوا بحاله تشبع، بس انا اقصد ما ينفعش ان انا اديهم الشماعه دي. هو احنا لو الاهلي كان كسب ماتش امبارح سعيد كنا هنبقى بنقول الكلام ده؟ اكيد اكيد. الموضوع مش متعلق بمباراه واحده، احنا بنقيس من بدايه مباراه اتحاد العاصمه
الى مباراه امس. احنا ملاحظين التراجع الكبير، ملاحظين ان في تفاوت ما بين الموسم الماضي وهذا الموسم، لكن انا مش عايز ارجع كل شيء لفكره التشبع او فكره الجانب النفسي. الجانب النفسي هو عامل مهم جدا، ده كانه مش كل شيء. ومطمئن، مطمئن لاستراتيجيه النادي الاهلي، يعني انا مطمئن زي ما عديت لحضرتك. انا النهارده كنت ببدا الحلقه وبقول لو اعتبرت دي نقطه في مشوار طويل، ففوزك بنهايه المشوار بينسيك. وقارنت حتى بالزبط. انه الاهلي السنه اللي فاتت بالزبط. قدم ماتشات أسوأ من اللي قدمها امبارح، وعمل نتائج أسوأ من اللي حصلت امبارح، ورغم كده توج في النهايه في نهايه المشوار باللقب. صحيح، وانا ما زلت ثقه لو احط عنوان عريض لنهايه الموسم من دلوقتي، الاهلي هيفوز بكل شيء ان شاء الله، ما عنديش شك. وحتى العصرات اللي حاصله في انطلاقه الموسم هي منطقيه جدا. يعني لما تتعادل مباراتين في الدوري او تبتدي باربع نقاط في دوري ابطال افريقيا، في حين ان كل المتنافسين المباشرين على اللقب سان داونز، الوداد المغربي، الترجي، لا نتائج امبارح، نتائج الجوله الثانيه دي، فاحنا ما زلنا في اطار المنطق. أي. لكن احنا بنتحدث عن اهلي الموسم الماضي، وده كان متوقع لما تدخل موسم ظلم نفسه كولر ان هو حقق العلامه الكامله السنه دي. بالظبط، ده رقم واحد. يعني رقم واحد بيدفع ضريبه ده دلوقتي. بالظبط، بيدفع ضريبه ده رقم واحد. رقم اثنين، كولر اصبح يعني مكشوف شويه بالنسبه للمدارس الافريقيه. الناس يعني لما كان جاي جديد الناس مش عارفه هو بيفكر ازاي، ايه نقاط القوه عنده، ايه التكتيك اللي بيركز عليه. لكن في مباراه اتحاد العاصمه على سبيل المثال، الراجل قفل كل مفاتيحه، كان واعي جدا ازاي هو بيلعب خلف المدافعين، ازاي هو بيركز على الانقضاض في المساحات، قفلها كويس جدا جدا، وكان قارئ جيد جدا. فهنا كولر اصبح مطالب بالبحث عن افكار جديده، وده اللي بيحصل. يمكن انا لفت نظرك او قلت يا استاذ احمد في الحلقه اللي فاتت ان اهلي 24 لم يبدا بعد، لان كولر مازال في اطار تشكيل شكل جديد. يعني مثلا انا شفت خناقه امبارح كبيره في استوديوهات كتير، هو امام عاشور بيلعب 8 ولا 10؟ طب هو بيلعب بره على الطرف ولا بيقرب للعمق؟ ليه؟ لانه مازال كولر بيستكشف انهي منطقه احقق منها اكبر استفاده من لاعب زي امام عاشور. ازاي ادور على سبل لتعويض الدور الكبير اللي كان بيلعبه لاعب اهميه حمدي فتحي؟ طيب لما يكون المهاجم الرئيسي بتاعي كهربا غايب 8 ماتشات كامله ايقاف، هل ده ما ياثرش على الشكل الخططي بتاعي والتكتيك بتاعي؟ فكل العوامل دي، ضف الى ذلك اصابه بيرستاو اهم صانع لعب في الفريق، يعني تمحورت فكره صناعه اللعب الموسم الماضي. ازاي نجمع عند تاو الاكثر جوده في واحد على واحد اللي بيقدر يدخل العمق ثم ينقض حمدي فتحي او غيره في المساحات؟ فهنا الادوات الرئيسيه اللي كانت فعلة مع كولر الموسم الماضي متعطله في الانطلاقه، مش معناها انها هتفضل متعطله طول الموسم. فعشان كده انا بشوف ان حتى النتائج اللي حصلت ان كانت سلبيه لكنها منطقيه، ومع معالجه الافكار اللي بنتكلم فيها، مع الوصول لصيغه جديده، مع توظيف مثالي لامام عاشور، مع عوده تاو لادائه، مع عوده كهربا للمشاركه والوصول للتوب فورم اللي احنا عارفينه عنه، مع استعاده علي معلول، شايف ان امور كتيره جدا ممكن ترجع. شايف انها تفاصيل صغيره، ان انا بقول طول الوقت ما تختصروش الموضوع في الجانب النفسي. في لعيبه ما كانتش موجوده في بدايه الموسم، احنا في انطلاقه الموسم، ودايما ركز دايما ازاي مانشستر سيتي بيبتدي الدوري كل سنه وازاي بينهي الدوري. طيب خليني اخد من كلام سعيد يا نادر واسالك، لانه التوقيت هنا فارق جدا. يمكن الكلام اللي قاله سعيد كله انا متفق مع يعني جزء كبير جدا منه، خصوصا انه في ناس شايفه انه السنه اللي فاتت كانت واحده من الحاجات اللي كتير جدا انا شخصيا هنا اتكلمت فيها مع ضيوف كتير، اتفقت ناس عليها، انه مع كولر الاهلي مش بس اتطور جماعيا، ده في لعيبه كمان مع كولر اتطورت بشكل فردي اكتر من رائع. وعلى العكس انا حاسين انه مش هقول اسماء، لكن في لعيبه كتير جدا حتى اللي رجلها في الملعب مفيش ايقاف او مفيش اصابات، مش مقدمه نفس المردود اللي كانت بتقدمه مع كولر. سؤالي انا تحديدا مرتبط بالتوقيت، ازاي في ظل الوقت الضيق ده عندك مواجهه مهمه جدا مع شباب لوزداد هتكلم فيها معاكم بالتفصيل، لكن خلينا نروح لما بعدها شويه، وهي انك انت من بعد المحطه دي رايح لكاس عالم. هل شايف انه الفرصه مهيئه قدام الاهلي او قدام مارسيل كولر انه يحضر او يجهز البطوله يمكن تكون الاكثر جماهيريه، يمكن على مستوى الالقاب والاهميه مش هي نمره واحد، بالتالي على مستوى الالقاب والاهميه تشامبيونز ليج افريقيا هي الاهم بالنسبه للجماهير، لكن على مستوى الجماهيريه مشاركه الاهلي في كاس العالم بالتاكيد هي نمره واحد. هل شايف انه الفتره دي كافيه ان احنا نرجع تاني اون تراك؟ هل شايف انه محطه شباب لوزداد لازم تبقى محطه رئيسيه في الاستعداد لكاس العالم، ولا ده مش وقت الكلام ده واحنا هناخد كل مرحله او كل محطه او كل مباراه
كبطوله منفصله عن الثانيه. انا متفق مع الراي الثاني في ان احنا ناخد كل مباراه منفصله على على يعني على على حده زي ما بيقولوا. ليه؟ لان انت دلوقتي عندك بطوله كاس العالم للانديه المستويات مختلفه عن المستويات اللي انت بتواجهها في افريقيا او في الدوري. اعلى طبعا. اعلى طبعا بكتير. انت بتلاعب كواليتي مختلف تماما في اتحاد جده. لو عديت اتحاد جده فلومينينزي. فلومينينزي بيضم عدد من اللعيبه اللي عندنا. فلومينينزي مانشستر سيتي ما فيهاش غير ان احنا ندعي بعد كده نشوف بقى مارسيل كولر ايه اللي هيعمله. عايزين نلعب جيم كويس قدام السيتي بس. بالظبط. مش مطلوب من الاهلي يعني طبعا يا ريت ما حدش يكره او كلنا نتمنى ان الاهلي يكسب السيتي ده شيء ما فيهوش نقاش طبعا بس يعني انا بقول انه 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 الاهلي العالمي اللي صحف العالم كلها اتكلمت عليه حتى وهو بيخسر من ريال مدريد وبيخسر من بايرن ميونخ والكل اشاد بالاهلي ومع العروض الرائعه اللي قدمها قدام الهلال ومونتيري وبالميراس وقدر انه يكسب الاهلي النهارده بقى في حته تانية والعالم كله بيبص للاهلي بكل احترام والتقدير فلما توصل لو نجحت ان شاء الله يعني انك توصل للسيتي الجماهير نفسها انا مش طالبه منك حاجه مش هتبقى طالبه منك حاجه انك يعني تلعب جيم كويس قدام مانشستر سيتي بالظبط هي دي القصه ان ان انك بتلعب من غير ضغوطات فبتقدم افضل ما عندك ده اللي حصل في مباراه بالميراس اللي كسبناها في 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 على المركز الثالث وده اللي حصل في مباراه ريال مدريد اللي يمكن النتيجه كانت خادعه جدا جدا فيها حقيقي وقدمنا مباراه كبيره جدا من مارسيل ومحدش زعل من النتيجه لا 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 انا واحد من الناس كنت شايف النتيجه كانت ظالمه ايوه ظلمه تماما بعد اللي حصل يعني لكن هرجع لسؤالك يا احمد وهي فكره ان الراجل عنده فعلا وقت ان هو يجهز او يجدر الدوافع في الفرقه قبل بطوله كاس العالم للانديه وقته ضيقه جدا من بدايه السيزون يعني لو هنتكلم على وقته اصلا ما بين الفرق ما بين الماتشات وقته ضيق جدا سواء في الشامبيونز ليج او في الدوري او حتى بطوله السوبر الافريقي او بطوله دوري السوبر الافريقي نفسه كل الحاجات دي كان ما بينهم فروقات قليله قوي لو تلاحظ احنا مباراه سيمبا لاعبينها بعد التوقف الدولي بثلاث ايام احنا كنا لاعبين الاربع توقف دولي كان اخر مباراه الاربع الجزائر وبعد كده رحنا لعبنا سيمبا بعد كده التوقف اللي بعديه سيراليون بعدها بثلاث ايام رايح بتلعب في دوري ابطال افريقيا كانت مباراه ميدياما اللي هي كانت اول مباراه كان ومباراه الجونه اصابات بتطلع بيها من مباراه الجونه مباراه الاخيره يانج افريكانز سموحه وبعدين يانج سموحه اصابات في ساعه الماتش وقبل الماتش ويانج افريكانز قبل الماتش على طول بيتصاب محمد عبد المنعم غير طبعا الاصابات اللي بتحصل في بطوله السوبر فكل الحاجات دي عوامل مؤثره بشكل سلبي اكيد على اللي الراجل بيعمله ولكن الناس هجمت مارسيل كولر بشكل كبير جدا في مباراه سموحه وكان الهجوم من المدرجات نفسها او شخص هجمه كل واحد ليه الحق ان هو يهاجم الراجل لكن هل مارسيل كولر يسال عما حدث في مباراه يانج افريكانز امبارح لا قطعا لا انا متفق مع سعيد في بدايه كلامه لما قال مارسيل كولر اكتر حد اتظلم واكتر حد اتظلم سواء تشكيل هو بادئ بالعناصر اللي بدأ المباراه هي افضل العناصر المتاحه ده رقم واحد رقم اتنين ان هو تحمل عبء المباراه في وقت ما في الشوط الاول هو ثم بدأ انا عندي علامه استفهام لو انت هتاخدنا الماتش امبارح قبل ما نروح لماتش شباب لوزداد معلش هاخد دقيقه واحده قبل الفاصل هو ايه سر التحول يعني سالت نفسي ايه سر التحول لانه الاهلي الشوط الاول مختلف تماما عن الشوط الثاني سعيد انا شفت الاهلي اكثر فعاليه اكثر استحواذا اكثر خطوره اكثر صناعه للفرص باختصار شديد 180 درجه قفشه لان قفشه هو يعني ضابط الايقاع الوحيد يعني مش عايز اقول في الاهلي من ناس قليله جدا في مصر بيعملوا ده يعني انا طوال الوقت بقول ان وجود قفشه في قائمه منتخب مصر امر لا غنى عنه ليه لانه عنده التنوع اللي ممكن تغير بيه مباراه كل لعيبه مصر شبه بعض في نص الملعب قفشه هو اللاعب الوحيد اللي مازال هل مارسيل كولر ما كانش شايف ده في قفشه قبل بفتره التشكيل شايفه. ولا شايفه او شايله جنب ورقه لا هو شايفه بس هو بيستخدمه استخدام مثالي انا بشوف ان قفشه مع مارسيل كولر هو الاداه اللي بيغير بيها المباريات واللي هو بيقدر من خلالها يحدث التحول واكبر مثال على ده نهائي دوري ابطال افريقيا قدام الوداد شكلنا قبل قفشه وبعد قفشه وكان هو المفتاح والسر اللي خلانا مسكنا الكوره طلعنا لقدام مكن زمايله شكلنا خطوره سجلنا السيناريو ده بيتكرر في كل مره مهم ان انت تمتلك جنبك حلول مهم ان انت ما تدفعش بكل اوراقك فانا بشوف قفشه هو بيلعب الدور ده دلوقتي مع كولر بيأجل حلوله للجزء الاخير من المباراه زي ما هو برده بيوزع الدقايق على اللاعبين لانه عينه على نهايه الموسم فانا بشوف الراجل عنده رؤيه مش بيستعجل وشغال بشكل كويس وثقتي في كولر كبيره جدا. طيب خليني اشوف واقرا مع نادر ومع سعيد نتائج امبارح تاثيرها على سباق التاهل للادوار الاقصائيه يقينا على الاقل بالنسبه للفرق الكبيره
ابدا مش ممكن تخدعني نتائج مرحله المجموعات، لانه انا بتهيألي الوجه الحقيقي للانديه البطله او الانديه اللي بتنافس على اللقب بجد، اللي عندها رغبه في تسعى لتحقيق اللقب، وجهها الحقيقي وامكانياتها الحقيقيه بتظهر في الادوار الاقصائيه في النوك اوتس. لكن تعالوا نقرا كده ونشوف هل شكل الخريطه في المنافسه على بطوله افريقيا السنه دي اتغير؟ هل ممكن يكون في مفاجات ورد حدوثها من مرحله المجموعات قبل ما نوصل للادوار الاقصائيه؟ هسمع راي نادر وسعيد معايا في السادسه ومع حضراتكم طبعا، لكن بعد الفاصل. ان لم تكن افضل النتائج فهي من افضل نتائج الدور او الجوله الثانيه من دور المجموعات، نتيجه مباراه الاهلي ويانج افريكانز اللي كانت ممكن تبقى افضل وافضل لو كسبنا طبعا، لكن في النهايه لما تيجي تشوف ونراجع نتائج ماتشات امبارح تجد انه مفيش تقريبا مباراه خلت من مفاجاه على مستوى النتائج. هنشوف بقى كمان تاثير نتائج الجوله الثانيه على ترتيب المجموعات، اللي خليني اقول لكم اربع مجموعات مفيش ترتيب فيها منطقي. صحيح احنا بالنسبه لنا في الرابعه الاهلي في الصداره ما زال، لكن في النهايه لما تبص لشكل الفرق او ترتيب الفرق في المجموعات دي اكيد في كل مجموعه في مفاجاه. تعالوا نستعرض مع نادر وسعيد نتائج الجوله الثانيه. اتفضل يا نادر. يعني احنا لو جينا بصينا على مباراه مازيمبي وسان داونز، انا اتفرجت على جزء كبير من المباراه تحديدا الشوط الثاني. مازيمبي بيفوز طبعا جحيم لومباتشي زي ما بيقولوا عليه، وان كان الفريق نفسه تراجع الفتره اللي فاتت بعد بس مكسب سان داونز معناه انه برده لسه موجود بالظبط. فالفوز على سان داونز رغم الخساره من بيراميدز في المباراه الاولى، فوز على سان داونز وسان داونز ما كانش عنده غيابات باستثناء سيرينو اللي شارك في اخر خمس دقائق بس لانه كان عنده اصابه وشارك في اخر خمس دقائق يعني كاضطراري بشكل اضطراري. فريق سيمبا قدام فريق جالاكسي، جالاكسي الساحر يعني ما نفعوش في المباراه دي. سيمبا قدر ان هو يتعادل معاه، ودي النقطه الثانيه لفريق سيمبا. في خلال المباراتين بيحقق نقطتين. فريق بيراميدز والاجواء الافريقيه الحقيقيه مفاجاه لفريق بيراميدز، مفاجاه. فريق موريتاني كان المحلل محمد العلوي، كان المحلل الموريتاني اتكلم عن الفريق ده في بدايه السيزون، قال لك ان مبارياتهم على ملعبهم هيكون صعب على بيراميدز وعلى سان داونز. هنتكلم على فريق نوازيبو ده معاه بيراميدز وسان داونز ومازيمبي مع الثلاثه، المفروض يعني انه ثلاثه تقال من تقال القاره يعني. لعيبه القيمه السوقيه بتاعتهم اصلا 10 اضعاف الفريق، فريق نوازيبو. ولكن الفوز بثنائيه، والهدف الثاني كان هدف اقل ما يقال عليه ان هو كان مارادوني، هدف عمل كل حاجه في دفاعه ووسط ملعب فريق بيراميدز. وكانوا بيلعبوا 10 بالظبط، كانوا بيلعبوا 10 لعيبه من الشوط الاول. مباراة يانج افريكانز والاهلي، وطبعا يعني قتل حديثا الكلام عنها وقتل بحثا في خلال من امبارح للنهارده، لكن في النهايه الاهلي متصدر. فريق اسيك ميموزا اسيك والوداد دي يمكن تكون اكبر مفاجاه، مش بس على مستوى الجوله الثانيه لكن على مستوى مرحله دور المجموعات، ان الوداد في اول مباراتين مره على ارضه ومره خارج ارضه بيخسر رصيده صفر من النقاط. كان في دايما في كل بدايه سيزون في دوري ابطال افريقيا يقول لك ان الاهلي او الوداد بيبداوا وحش ويجوا في النهايه يقول لك ان لا، النهائي على القاهره، الخناقه على ملعب بالظبط، النهائي تلف فيه. ولكن الحقيقه ان بدايه الوداد المره دي هي الاسوء، اسوء بكل ما تحمل الكلام من معنى. نفس الكلام بينطبق على النجم الساحلي اللي خسر المباراه الاولى قدام الترجي، على الاقل الوداد خسر خارج ملعبه بالظبط قدام اسك، لكن امبارح النجم الساحلي بيخسر على ملعبه من بترو اتلتيكو، ماتشين ورا بعض في تونس بعد الخساره من الترجي في رادس. المباراه الثانيه قدام بترو اتلتيكو، الفريق بيخسر برضه اللي بيقدر يلعب دور المجموعات بشكل مميز جدا وبيقدر يتاهل للادوار الاقصائيه من خلال ان هو بيقدر يجمع نقط بشكل او باخر سواء خارج ملعبه او داخل ملعبه. فريق عارف كويس جدا كيف تدار مباريات دور المجموعات. قبل الداي 2 او قبل يوم ماتشات يوم 2 ديسمبر كان في جوله بين الترجي التونسي والهلال السوداني، المباراه دي اتلعبت في تنزانيا، انتهت بفوز الهلال بنتيجه 3-1، وميدياما اللي بعتقد انه عمل مفاجاه كبيره حتى لو على ارضه وعلى ملعبه انه يكسب شباب لوزداد بنتيجه 2-1، بعتقد برضو انها واحده من المفاجات. اكبر مفاجاه من وجهه نظرك سعيد في نتائج امبارح؟ طبعا خساره بيراميدز. بيراميدز قائمه لاعبين قويه جدا جدا امام فريق واعد جديد قليل الخبرات وما بيضمش عناصر بحجم العناصر اللي في بيراميدز، فبالتالي كانت نتيجه مفاجاه جدا. لكن انا بشوف ان في حاجه مهمه بتحصل في السنين الاخيره، ان الفجوات بتتقارب ما بين الجميع. حتى على مستوى المنتخبات بتلاحظ في امم افريقيا بنقابل اسماء صغيره لكن بنواجه صعوبات كبيره، مش بس منتخب مصر، كل المنتخبات المصنفه في التصنيف الاول. وده بيرجع لثوره العلم والتكتيك اللي حصلت واللي اعتذر عنها بالمناسبه خوان ماليلو بعد خساره البرازيل امام كرواتيا، طلع وقال انا مدين لكره القدم بالاعتذار.
اختار، لان انا كنت واحد من اللي عقدوا اللعبه، لكن انا بشوف ان هو اضاف، يعني هو اضاف للفقراء، اضاف للبسطاء، اضاف لمحدودي الامكانيات، وخلاهم قادرين النهارده يعملوا ينافسوا فريق زي بيراميدز، ميزانيه مفتوحه، امكانيات مفتوحه، بيقابل فريق يعني لو شفت ميزانيته هتلاقيها مش 5% 2%. فبالتالي اعتقد انه رسخ بيلعب عداله ناقص. بالظبط. فبشوف ان ثوره العلم يعني رسخت العداله ما بين الانديه واضافت كتير لكره القدم. طيب نروح لترتيب المجموعات مع سعيد، ونبدا بالمجموعه اللي هتظهر قدامنا على الشاشه، المجموعه A، المجموعه الاولى. طبعا وجود بيراميدز في المركز الاخير هو اكبر مفاجات. هو المفاجاه اكبر من وجود بيراميدز سعيد في المركز الرابع، هو وجود نواذيبه في المركز الثالث. المركز الثالث يعني فكره ان اربع فرق ثلاث نقط دي حد ذاتها تخلي الجوله الجايه ناريه. واحنا بنتفرج على قرعه طبعا توقعنا ان بيراميدز هيبقى ند قوي لسان داونز، وقلنا ان احنا هنشوف مواجهه منافسه على البطاقه الاولى والمركز الاول، لكن دلوقتي احنا بنشوف هل بيراميدز قادر بالاساس على انه يخطف واحده من البطاقتين التاهل ولا لا. فبشوف ان المجموعه بالتاكيد مازيمبي سان داونز هيكون صاحب بطاقه من البطاقتين، لكن مين هيتاهل معاه في خناقه كبيره قوي هتحصل. ايوه، واعتقد انه الجوله اللي جايه الى حد كبير جدا هتكون حاسمه، بما انه الاربع فرق متساويين في رصيد الثلاث نقاط. بالظبط، ولسوء حظ بيراميدز انه هيبقى عنده مواجهه سان داونز ذهاب اياب، فاعتقد دي هتعقد الموضوع اكتر. لكنها محتاج على الاقل فوق مكسب من ماتشين. بالظبط، عشان يحافظ على فرصه في التاهل. بالظبط، لكن خسارته للمواجهتين قدام او حتى نقطه واحده، اعتقد لن تكون كافيه، وهتكون يعني خروج مبكر ومفاجئ، وتكون اول مفاجات البطوله. طيب نروح للمجموعه بي ايضا. طبعا يعني طبعا دي المجموعه المقلوبه، ده الجواب يعني اللي بيبان من عنوانه. دي المجموعه اللي لو سالت 10 برضو في اول السيزون مين هيتراهل على المجموعه دي، 9 منهم هيقولوا الوداد وسيمبا. بالزبط. اعتقد يعني بالتحديد في السنوات الاخيره. بالزبط. شفنا الوداد قد ايه فريق قوي جدا ومتواجد في الجزء الاخير من البطولات، سواء نهائي او قبل نهائي، لكن وجود اسك مفاجئ جدا. اعتقد ان الوداد هيقدر يعود وهيقدر يكون واحد من المتأهلين. هتكون الخناقه برضو ما بين اسيك وسيمبا على بطاقه التأهل الثانيه. استبعدت جوان جالاكسي رغم ان هو عمل يعني عمل مردود كويس جدا في جولتين 4 نقاط، وقدر يكسب الوداد في ملعبه. اعتقد دي برضو يعني تعلي من اسهمه شويه سعيد. اكيد هو موجود، مش بستبعده تماما، لكن لو قلت لي هتختار مين، انا شايف ان الوداد قادر يعود بخبراته بقدرته على يعني ازاي يخرج من الظروف الصعبه زي النادي الاهلي. بالظبط، النادي الاهلي بيبدا، خد بالك ان مواجهه الوداد اللي جايه هتكون مع سيمبا الجريح. صحيح، الجريحين مواجهه الجريحين ورا بعض. الوداد قادر ياخد 4 نقاط من سيمبا، يعني كده خليني اقول لك انه يعني لو انت راهنت على الوداد، اذا فاما الوداد او سيمبا خارج البطوله. بالظبط يعني بنسبه كبيره. بس خليني اقول ان انا الوداد صعب اتخيل الوداد خارج البطوله، في مجموعه زي دي فعلا. وكمان خبرات الوداد بتقول لك ان هو ازاي بيعرف يكسب حتى وهو سيء. يعني حتى لما تفوق على سان داونز الموسم الماضي. صح. كان سان داونز افضل بكتير جدا في الماتشين فعلا، فهو قادر يرجع حتى في اسوء ظروفه. فانا بشوف ان الوداد قادر يتجاوز الازمه. طيب نروح للمجموعه سي مع نادر. المجموعه سي بيتصدرها فريق برضو دي مجموعه برضه ممكن نقول عليها ترتيبها مفاجاه. يعني ترتيبها ما كانش متوقع. دي حقيقة. يعني ما حدش ممكن كان يراهن على الترتيب ده في الدور في الجوله الثانيه من دور المجموعات خالص. بس بيترو اتلتيكو زي ما قلنا، يعني كنت اتكلمت معاك يا احمد الاسبوع اللي فات، قلت لك ان من اكتر الحاجات اللي بتميز بيترو اتلتيكو ان هو بيقدر يجمع بنات ويقدر يجمع نقط في دور المجموعات بشكل جيد، بيقدر يلعب مباريات دور المجموعات ويعرف كيف يديرها. ايوه، الفريق بست نقط في المرتبه الاولى على فرق اهمهم طبعا الترجي والنجم الساحلي، 2 من ابطال القاره سابقا، والهلال السوداني كمان. فريق الهلال السوداني برضو من ضمن المفاجات ان هو يكسب الترجي المباراه اللي فاتت، ولعب في تنزانيا المره دي كان عادي جدا وما اتكلموش ولعبوا في تنزانيا وما عملوش الهيصه اللي بتحصل كل سنه، بس عشان خاطر ان ده الترجي مش الاهلي. لعبوا الترجي وكسبوا في النهايه، وقدروا ان هم ياخدوا 3 نقط مهمين جدا هيفرقوا معاهم في مشوار البطوله في اللي جاي، لان الماتشين اللي جايين الاهلي غير يا نادر. طبعا ارتباط اسم اي نادي في القاره بالاهلي في اي منشط صحفي تسويق ليه. صح. وخليني اقول لك انه في ناس
من السيزن للسيزن تنتظر مواجهه النادي الاهلي دي حقيقة. لتحقيق فوز عليه بصرف النظر عن انه هيحقق لقب وبطوله من عدم دي حقيقة. يعني والله يا احمد فكره غير الفوز حتى فكره انا كنت بقول لعيبه الاهلي في مرات في سيناريو سموحه بعد سيناريو سموحه والجونه دي بالنسبه لك مواجهه طبيعيه جدا وعاديه جدا من 34 مواجهه بتاخدها في الموسم كل فريق فيهم في مواجهتك بيقدم افضل ما عنده صحيح الفرق كلها بتلعب مواجهتين مهمين جدا في الموسم كله في الوقت اللي انت بتلعب فيه 34 مواجهه بتكلم على مستوى الدوري يعني بالزبط. في الوقت اللي انت بتلعب فيه 34 مواجهه في منتهى القوه الفرق بتاعتنا في مصر والله اقسم بالله المستوى اللي بشوفه قدام النادي الاهلي او الفرق بتقدمه قدام الاهلي لو اتقدم على مدار البطوله الدوري المصري بالامكانيات الضعيفه وبالارقام او بالقيمه السوقيه القليله دي يبقى واحد من افضل دوريات العالم دي حقيقه ومفيش اي اختلاف عن ده وقلنا الكلام ده اكتر من مره مش بس ان احنا مش بنتكلم على الهلال حط جمهور حط جمهور في الملعب في المدرجات املى المدرجات دي جماهير واللعيبه دي تقدم لي السيزون بنفس مستوى القوة هتلاقي دوري تاني خالص غير البطوله اللي احنا بنشوفها دي حقيقه نروح للمجموعه بتاعتنا بقى ونشوف اخبار الترتيب ايه بعد الدور او الجوله الثانيه في دور المجموعات يعني الحقيقه لو جينا بصينا التعادل وان كان مؤلم لكنه ضمن لك الانفراد بالصداره يعني لو جينا بصينا على كبار القاره كلهم يعاني يعني الاهلي اقلهم معاناه يعني الاهلي دلوقتي هو 4 نقط في صداره المجموعه المركز الثاني شباب بلوزداد فوز الاهلي في المباراه اللي جايه يعني ان الاهلي بيفرق عن فريق شباب بلوزداد فريق ميدياما كانت مفاجاه كبيره جدا ان هو يفوز على شباب بلوزداد في المباراه اللي فاتت رغم ان احنا كنا شفنا بعض البوادر من فريق ميدياما لبعض اللاعبين اللي كانوا مؤثرين شويه قدام الاهلي وكان في العين راحت عليهم في مباراه ميدياما لكن يانج افريكانز رغم الاخطاء الساذجه اللي كانوا واقعين فيها ولكن للاسف الرعونه اللي كانت عند مهاجمي النادي الاهلي وضياع الفرص السهله جدا ادت الى ان هم قدروا ان هم يخرجوا بنقطه كانت هتبقى مهمه جدا ليهم ان هم يقدروا حتى على الاقل يكونوا في الماتشات اللي جايه ليهم فرصه رغم ان فريق يانج افريكانز السنه اللي فاتت كان بيلعب نهائي الكونفدراليه مظبوط مع فريق اتحاد العاصمه لا هو بالتاكيد فريق كويس جدا متصدر الدوري المحلي كسبان منافسين مباشرين سيمبا وعزام بسكور كبير جدا عامل ميركاتو اكتر من رائع عنده لعيبه كتير مميزه لكن ده ما انعكس بشكل كبير عليه في الترتيب انا معلش عايز الارقام معايا لانه عايز اقرا مع نادر ومع سعيد حسابات المجموعه دي في الجوله اللي جايه الاهلي هيقابل شباب لوزداد في تاني مواجهات الارض للاهلي على ملعبه الاهلي لعب مع ميدياما والجمعه الجايه هنلعب في برج العرب مع شباب بلوزداد وبالتالي هيبقى متبقي الاهلي 3 ماتشات منهم 2 خارج الملعب في الجزائر مباراه وفي غانا مباراه ثانيه على الناحيه الثانيه يانج افريكانز هيواجه ميدياما الغاني وبالتالي قرايتكم لاهميه الحسابات سيبك من الكوره هتكلم معاكم في ماتش شباب بلوزداد بعد الفاصل كرة ورايتكم للسيناريو المباراة لكن لما بسألك حسابيا شايف المجموعة ازاي سعيد حسابيا ان انا بشوف مع الجولة اللي جاية بشوف ان شباب بلوزداد ضحية توقيت الجدول وضحية انه يلعب الاهلي ذهاب اياب وبشوف ان الاهلي هيفتح الباب امام ميدياما انه يعمل المفاجأة في هذه المجموعة وانه يكون قريب جدا من انه يحصل على البطاقة الثانية لان ميدياما على ملعبه خصم صعب جدا وفكره حصوله على 3 نقاط بتبقى قريبه جدا امام اي خصم بما فيهم الاهلي فاعتقد ان وقوع بلوزداد ذهاب اياب امام الاهلي هيحسم المواجهتين ب4 نقاط على اقل تقدير واعتقد ان ده هيبعد بلوزداد وهيفتح الباب امام ميدياما للصعود مع الاهلي وصول الاهلي ل4 نقاط مع 4 نقاط من المباراتين مع الاربعه يبقى 8 مع شباب بلوزداد يعني ضمنت تاهل بالظبط وصول الاهلي مع شباب بلوزداد ل4 نقاط اصلا مع شباب بلوزداد ل4 نقاط يعني. انه يكسب ويتعادل يضمن يعني لو ضمننا لو ان شاء الله ربنا كرمنا في الماتش الجمعه وكسبنا وجبت في المواجهه اللي بعدها تبقى برده مع شباب بلوزداد صحيح هتبقى مسجله بعد كاس العالم بس هتبقى برده مع شباب بلوزداد لكن في الجزائر حصول الاهلي على 4 نقاط من المواجهتين دول يضمن تاهل يعني يضمن بشكل كبير ان الاهلي يعني يضع قدم بالتالي كده شباب بلوزداد هيبقى بره الحسابات بالظبط ما هو لسوء حظ بيتوقف عند 3 نقط في حين ان الناحيه الثانيه انت مش عارف النتائج اللي هتكون ما بين يانج افريكانز وما بين ميدياما لكن فعلا بتفق مع سعيد فكره ان ميدياما على ملعبه خصم صعب جدا انا اتفرجت على الهايلايتس بتاع ماتش الشباب بلوزداد فريق صعب فريق عنده امكانيات فريق فعلا قادر يفرض امكانياته عشان شباب بلوزداد كان مديله الاتاحه ده طبعا في مصر كان الوضع مختلف شويه قدام الاهلي لكن ممكن الاهلي يدي المساحه او يدي الفرصه لفريق ميدياما ان هو يصنع التاريخ يعني يصعد لاول مره لدور صحيح التاريخ. طيب تعالوا نتكلم على ماتش شباب بلوزداد وانا قلت لكم انه
يعني على مستوى بالنسبه جماهيريه بالتاكيد كل مباراه بالنسبه للنادي الاهلي كجهاز فني او كلاعبين هي مباراه مهمه جدا، حسم المكسب فيها وحسم نقاط المكسب فيها هدف رئيسي. لكن تعال بقى نشوف بالنسبه للجمهور اللي احنا مستنيينه في مباراه شباب لوزات، لانه جماهيريا احنا الجهاز الفني من حقه يفكر كل محطه او كل مباراه بشكل منفصل، اللعيبه لازم تركز في كل مباراه بصرف النظر على المباراه او البطوله اللي هيلعبوها بعدها، لكن الجمهور ما بيقدرش يعمل الفص ده، والجمهور نفسه يتفرج على الاهلي في اخر جوله قبل ما يروح لكاس العالم في افضل شكل ممكن. هتكلم مع نادر وهتكلم مع سعيد على الاهلي وشباب لوزداد، لكن بعد فاصل اخير. في التوقيت اللي زي ده بحكم الخبره يعني وبحكم مواقف كتير جدا صعبه عدت علينا كتير جدا، اصعب من انا ما يتهيأليش ان الاهلي فيه دلوقتي تقدر تقول عليه موقف صعب، ممكن يبقى قلقان، ممكن تبقى متوتر، ممكن تبقى مش راضي، لكن ما تقدرش تقول لا محليا ولا افريقيا ان الاهلي في موقف صعب. الارقام كلها بتاكد كده، سواء في الدوري المحلي، سواء وصولك لنهائي كاس مصر، سواء صدارتك لمجموعتك في دوري الابطال. لكن عشان اكون يعني موضوعي واقعي، احنا شويه قلقانين، احنا شويه متوترين وحاسين انه الاهلي مش في احسن اوقاته، وبالتالي بدايه من الماتش الجاي والماتشات اللي بعدها ان شاء الله في كاس العالم عايزين نشوف الاهلي في افضل صوره ممكنه. القصه كلها عند مين؟ القصه كلها واحد في الماتش اللي جاي ده عند مارسيل كولر، اثنين عند جمهور الاهلي اللي هيحضر المباراه، لان بشوف ان جمهور الاهلي في الفتره اللي جايه اللي بيحضر في الملعب او حتى اللي شغال على السوشيال ميديا ليه دور كبير جدا 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 في خروج الاهلي من، مش عايز اقول كبوه عشان ما بقاش اكبر، لكن من المطب الصعب اللي احنا يعني بقى لنا شويه بنعرج كده فيه، من الدوري الافريقي لدروبات في الدوري المحلي لمستويات ممكن تبقى مش على قد توقعات او طموحات النادي الاهلي. اول محاضره كولر قرر يبقى راح 24 ساعه، وبعد كده يبدا التحضير لماتش شباب لوزداد. اهم حاجه شايف ان كولر ممكن يقولها للاعيبته في بدايه المحاضره، اللي محتاج الجهاز الفني او مستر كولر انه يركز عليه في انه يوصل للعيبه. نادر، اعتقد يعني الكلام ده واضح للجميع، هي معالجه الاخطاء اللي بتتكرر من بدايه الموسم، وهي اهدار الفرص السهله جدا امام المرمى. ده احنا بنتكلم على المستوى اللي جوه، اللعيبه جوه الملعب، اللعيبه دي المفروض ان هي لعيبه دوليه، لعيبه القيمه السوقيه بتاعتها كبيره، اللعيبه دي لعيبه عندها من الخبرات وعندها من البطولات، ما يخليهاش تضيع الفرص بالطريقه دي. فرص بتضيع فعلا، مش يعني انت لما تشوف اللعيب بدون ذكر اسماء ايا كان مين اللعيب، لما بيضيع الكره دي كلهم بيضيعوا، هو مفيش حد بيضيع. ايوه، بتحس ان مين ده يعني يا جماعه ازاي؟ طب الكره زي دي ازاي تضيع بالطريقه دي؟ وبعدين بتلاقي التنفيذ نفسه، ما ينفعش ان انت لعيب عنده الخبرات دي كلها يطلع الكره بالتنفيذ ده، مفيش تركيز 1%، ما مش منطقي. وانت بتلعب للاهلي، سيبك بقى من كمان ان انت كلاعب، انت بتلعب للاهلي، فكره وجودك في النادي الاهلي وفكره انك انت بتلعب وعندك فرصه وجماهير ملايين بتعقد عليك الامال من خلالها، انك انت ما تسجلش الفرص دي، ده شيء مش طبيعي. فدي ده رقم واحد هيتكلم فيه معاه. الاهم كمان من الكلام ده كله شغل العامل النفسي، اكيد ان كل اللي فات ده صفحه خلاص واتقفلت، هيلعب على بشكل ايجابي اكتر، ان احنا كده كده متصدرين المجموعه، فاحنا فوزنا دلوقتي هيخلينا على الاقل ان احنا بنستعد بشكل افضل لبطوله كاس العالم. والاهم من الكلام ده كله هنبقى رايحين كاس العالم ومش شاغلين بالنا قوي بافريقيا، اللي هنرجع من البطوله متصدرين زي ما احنا. مش هنبقى رايحين ومضغوطين. لو تلاحظ احنا في السنتين ثلاثه اللي فاتوا اصلا دايما اول مباراه في بطوله دوري ابطال افريقيا بتكون بعد مونديال الانديه مباشره. أيوه. فساعتها الاهلي بيتعصر بسبب ان ضغط الماتشات والاصابات، مستوى المنافسه اللي انت جاي منها واللعيبه اللي انت بتلعبها والفرق انت بتلعبها مختلف تماما، الماتش نفسه بيتاجل. أيوه. والمباراه بتكون بسبب ان هي بتتلعب في شهر 2، فكاس العالم بيكون كان في شهر 2، فبتتاجل المباراه، فلما بتيجي تلعب المباراه دي ما بتكونش جاهز بدنيا بنسبه 100%، والاصابات اللي عند الفرقه. فاعتقد ان دي اهم نقطتين هيتكلم فيهم، هي فكره ان معالجه الاخطاء والمشاكل اللي عندنا هجوميا، بجانب المشاكل الدفاعيه اللي كان سعيد ذكرها في بدايه الكلام. طب هخلي النواحي الهجوميه والدفاعيه وانتم بتقروا معانا شباب لوزداد، اكيد انتم مذاكرين الفريق كويس، لكن هسال سعيد سؤال. هو التركيز ده يعني طبيعي انه مستر كولر يتكلم على التركيز، وطبيعي على فكره ان في اوقات كتير جدا فرق بيبقى فيه داي اوف، يعني فرق كبيره جدا، يعني السيتي ممكن يبقى في داي اوف فيخسر، او كان هيخسر من فريق زي لايبزيج على ملعبه، او داي اوف بيخسر من انديه صغيره، بيخسر ولفرهامبتون السنه دي بيخسر، او بيخسر من تشيلسي في مباراه اهم مباراه كانت لبيب جوارديولا في دوري ابطال. برشلونه بكل الاسماء والتاريخ والالقاب والبطولات ممكن يبقى في داي اوف يشيل 8 من بايرن ميونخ،
بس برضه في النهايه تقدر تقول عليه داي اوف. وحتى تركيز يا سعيد لما بيغيب ممكن انا كجمهور اقبل انه يغيب عن لعيب، عن اثنين، عن ثلاثه، عن اربعه، حاله جماعيه تبقى صعبة. لكن لما يغيب عن حاله جماعيه يبقى هنا في 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 مشكله. ثم جزء تاني من السؤال، ازاي انا اشتغل كمدير فني على التركيز؟ يعني انا اقدر اشتغل على النواحي البدنيه، اقدر اشتغل على توظيف في الملعب، على تحركات في الملعب، على شغل فني، على تطوير مهاره التصويب والتسديد، لكن انا اشتغل معاك ازاي كلاعب على انك انت تبقى مركز طول ال 90 دقيقه؟ طيب طبعا انا بشوف ان مستر كولر بدا ده ازاي؟ انه بعد شكوك او بعد اداء الجمهور انتقده، اول حاجه عملها راح، وده مهم جدا، وبشوف ده بيتبعه كتير من المدربين الكبار. يعني اتذكر من يعني لما كان منافسه الدوري الانجليزي ما بين ليفربول ومانشستر سيتي اللي انتهى بفارق نقطه واحده في نهايه الموسم، كان مع انطلاقه الدور الثاني وصل الفارق لصالح ليفربول 8 نقاط. اتذكر ان جوارديولا وقتها منح اللاعبين اجازه وقال كده نصا، شوفوا زوجاتكم، صديقاتكم، اهاليكم، انسوا كره القدم تماما، محتاجين تفصلوا شويه وبعدين نرجع. فده عمله كولر، الراحة أولا، افصل وارجع لي. بشوف الخطوة التالية لاستعادة التركيز إنه يكون حاد في النقد داخل غرفة اللاعبين. يعني لازم يبقى في صدمة، لازم اللاعب يفهم إن هو مقصر، لازم اللي بيضيع انفراد سهل جدا بشكل عشوائي يبقى مدرك إنه ما عاش الماتش قبل المباراة، إنه ما تخيلش نفسه في المواقف السهلة اللي اتعرض ليها، فبالتالي اتصدرت منه السلوكيات دي، وانه استمرار ده غير مقبول بالمره. فالخطوه التاليه في غرفه اللاعبين ان يكون في خطاب حاد بعد ما اديتك الراحه والانبساط، تعالى بقى مش هينفع كده، كفايه. فهو دي الطريقه اللي تقدر تتكلم بيها مع اللاعبين وترجع التركيز. ثم تدخل في الجوانب بقى الخططيه، تدخل بقى في الجوانب الفنيه، تتكلم بشكل تفصيلي فيها، تبدا تشوف منافسك. يعني انا بشوف ماتش بلوزداد صعب جدا، لانك زي ما انا قلت اصبحت كتاب مفتوح للانديه الجزائريه. الناس بتشوف الاهلي كويس جدا جدا، بتدرسه كويس جدا. كولر كان بيكسب بجوانب تكتيكيه، من بينها مثلا الكرات الثابته. احنا في اخر مباراتين عندنا 25 ضربه ركنيه لم نشكل منها اي خطوره. ليه؟ لان الناس بدات تفهم كولر كويس. فانت مطالب دلوقتي ايضا، عشان كده بقول ايه، انت قلت ان لو فرض واحد او اثنين او ثلاثه تبقى لعيبه، لكن المنظومه، لان في مشكله في المنظومه كلها، من بينها الجزء الخططي. احنا ما زلنا بنبحث عن حلول جديده. طب خليني اترجم من كلام سعيد، هو طريقه الاهلي او اسلوب لعب مارسيل كولر بقى محفوظ، بقى مكشوف قوي كده يعني؟ وهل ما شفناش من بدايه الموسم ده حاجات شغل مختلف عن اللي نجح بيه مارسيل كولر السنه اللي فاتت؟ هقول لك حاجه، كميه الفرص اللي بتضيع في كل مباراه تؤكد ان الراجل ده في سوء حظ بيحصل قدام. لكن هل هو مش مقصر؟ مش هنقول ان هو مقصر، هل هو مش هو مارسيل كولر بتاع الموسم اللي فات؟ كلنا متفقين على ده. يمكن يكون ده مش دفاعا عنه خالص، بس كميه الـ ممكن يكون هو سبب في ده. يعني في اصابات بتحصل، تمام، ما عنديش مشكله. الروتيشن شويه مبالغ فيه. يعني في بعض الماتشات الروتيشن، يعني مثلا واحد زي كريم الدبيس، واحد من افضل اللعيبه من بدايه الموسم ومن وقت ما شارك، تمام، مفيش اي اختلاف على ان علي معلول واحد من اساطير النادي الاهلي، تمام. علي معلول السنه اللي فاتت كانت الناس بتطالب ان يعني يا ريت نريح معلول شويه، يا ريت معلول يقعد شويه عشان يرتاح علشان يكون جاهز لماتشات افريقيا، ما كانش بيحصل. السنه دي كريم الدبيس لعب 3 ماتشات ورا بعض مع مرحله الروتيشن، ريح من قبل حتى ما كان علي معلول يرجع. ساعتها لعب خالد عبد الفتاح باك ليفت في مباراه اعتقد كانت الجونه، كان ساعتها لعب بخالد عبد الفتاح باك ليفت، اعتقد كانت مباراه الجون. فهي النقطه هنا ان الروتيشن اللي بيحصل ممكن يكون مش مخليك عارف تطبق الافكار اللي انت كنت بتنفذها السنه اللي فاتت، بجانب حاجه مهمه جدا وكانت رحيل حمدي فتحي. رحيل حمدي فتحي واحد ما كانش جندي مجهول بقدر ما كان هو زي ما بيقولوا رمانه المزاج. فكره مهمه جدا طوال الوقت، المساحات بتضيق، فبيجي الحل هرد عليك غير متشاف. هرد عليك، هقول امام عاشور. لا مش بس امام عاشور، مروان عطيه مع الاهلي السنه اللي فاتت بالظبط كان يخليك تفكر لو جالك يعني مع رأي. طبعا الاهلي بيحترم رغبه اي لاعب انه ياخد فرصه بالظبط، ومع ده ما دام هي مروان عطيه فتح فعلا الباب امام كل لعيبه الوسط. بس مروان السنه اللي فاتت كان يعني يطمن اي اداره في انك انت تاخد قرار. دي من الحاجات، حد زي حمدي دي من الحاجات. يعني مثلا لو جينا بصينا على مستوى مروان نفسه، كلنا متفقين على مستوى مروان ان هو لعيب
جيد جدا. معلش انا اسف يا نادر وهسيبك تكمل. السنه دي حتى لما كوكا بدا مع الاهلي في نص ملعب الناس كلها اشادت بكوكا. بالظبط. يعني الولد كان بداياته مبشره جدا، ثقته في نفسه ومستواه، ادواره في الملعب الدفاعيه قبل الهجوميه مفيش اختلاف على ده. كله قال لك كوكا رهان كسبان جدا من مارسيل. بس هقول لك حاجه، عارف النقطه في ايه؟ ان حمدي فتحي اصلا، حمدي فتحي المفروض انت كنت جايبه كلاعب سته. طب حمدي فتحي تحول من ان هو يكون لاعب وسط متكامل سواء سته او ثمانيه او 10 في ماتشات معينه. يعني مباراه سموحه كانت البدايه، مباراه سموحه اللي كانت في الكاس اللي كسبناها 3 قبل مباراه الزمالك على طول اللي كانت في الدوري. وفي مباراه الزمالك اللي في الدوري اللي كسبناها 3 برده كان واحد من اهم الاسباب ان احنا نفوز المباراه دي كان حمدي فتحي. ثم بقى على مدار الموسم بشكل عام، ونهائي الكاس مع بيراميدز، ونهائي الكاس مع بيراميدز، ونهائي السوبر، وفي نفس وكان مباراه الرجاء اللي كانت في مصر، الهدف اللي سجله حمدي لما نزل. صحيح. فما كان يميز حمدي فتحي فكره اللعب في الهاف سبيسز، الفكره في اللعب في بين الخطوط. انا هشتري منك الفكره لغايه اخرها. وحمدي انا لعيب بحبه جدا جدا جدا، واشوفه من افضل اللعيبه اللي عندها قبل ما اتكلم كوره عندها روح النادي الاهلي. لعيب ميدن الاهلي كلاب، يعني هو صناعه شخصيه الاهلي. شخصيه بالزبط. الاهلي بالظبط كده. لكن مش حمدي اللي يعمل خلل في فرقه زي الاهلي. انا ما قلتش بخلل، انا قلت يعني فكره يعني ايجاد بديله. ايجاد بديله قد تكون في كل مباراه بحاول اجرب. يعني شفت حتى سعيد قال لك ايه في الاول؟ قال لك ان امام عاشور انا بحاول ان في كل مباراه احاول اشوف افضل مركز اخد منه ايه من امام عاشور. ده شيء، ده انا متفق معاه 100%. خد بالك انت عندك، يمكن معرفش كولر ما شاف اكيد طبعا، يعني كابتن خالد بيبو قال له، كابتن سامي قمصان قال له، لكن انت عندك السنه في المركز ده لعيب اسمه اكرم توفيق، ده مركزه الاساسي. تمام. هو نجح في في في, في توظيف الباك اليمين، لكن ده مش مكانه الاساسي. انت لو صحيح. فكرت تلعب اكرم في الحته دي وعملت مثلا في ميركاتو، انا مش عايز اروح للميركاتو، عملت مثلا صفقه باك يمين تاني. انت كسبت اكرم توفيق، واحد من افضل الديفندرات اللي تران عليهم في 5-6 سنين جايين قدام. شوف، هو عايز اقول ان المشكله مش في حمدي فتحي كاسم. وعايز اقول ان حمدي فتحي قبل كولر كان حاجه غير بعد كولر. ماشي. يعني هو كولر اللي خلق فكره حمدي فتحي اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي. تمام. اللي هو مهاجمه المساحات. بس هو اللاعب بوعيه الخططي عارف امتى هتحرك وامتى هستقبل الكره وازاي احولها، عوضا عن انه في الكرات العاليه اساسا مميز جدا. فهنا فكره انك تخلق حد بالمواصفات دي يقوم بالدور ده مش سهله، يعني بتحتاجه وقت. ودول نادرين. يعني انت لما تيجي تبص حتى في الكره العالميه، مين كان بيعمل ده مع مانشستر سيتي؟ غوندوجان قبل ما يمشي. مين بيعمل ده مع ريال مدريد؟ بيلينجهام، لاعب الوسط اللي بيجي مش متشاف. اختيار التايمنج هو اصعب حاجه. فكره الاستقبال جوه والفينش مهارة مش عادية. يعني دليل معاناة مانشستر سيتي في غياب دي بروين السنة دي. لا انا يعني هو فعلا في 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 قصة جوندوجان دلوقتي لما دي بروين اتصاب زود المشكلة اكتر. بالظبط. كان بس هو جوندوجان هو اللي بيغطي ده. هنا جوارديولا حل ازاي؟ خلق حل جديد السنة دي اللي حل المشكلة دي، جوليان الفاريز. تمام. طيب. فهنا حلول جديدة. طب خلينا نروح للشباب لوزداد شوية. تمام. يعني انا اتمنى واثق ان شاء الله باذن الله انه كولر قادر يحسم المواجهة اللي جاية، وهي صعبة بكل المقاييس، بس ان شاء الله احنا قادرين نحسمها. والاهم ان شاء الله بعد ما نحسمها نتكلم بعد كده على المشوار اللي مستنيه كل جماهير نادي الاهلي، وبقينا متعودين عليه وبقينا نستناه من السنة للسنة، مشوارنا في كأس العالم. شباب لوزداد قصته ايه؟ مباراة يانج افريكانز اللي كسبها شباب لوزداد في الجزائر، الحقيقة يانج افريكانز لعب فيها جيم كويس جدا وكان خطير جدا على شباب لوزداد. فالمكسب مش هيبقى خدع بالنسبة لي. وبعد كده خسارته قدام ميدياما في غانا برضو بالنسبة لي كانت حاجة بره المتوقع، لأنه كنت متوقع إنه فريق ميدياما فريق حديث العهد عنده بعض العناصر كويسة، لكن مع شباب لوزداد، شباب لوزداد قادر يحقق نتيجة إيجابية. صحيح. ورغم كده تفوق ميدياما. قصة شباب لوزداد، وابدا من نادر يا سعيد اسمح لي. اتفضل. شباب لوزداد فريق زي ما كنا بنتكلم في الفاصل ان بيضم عدد كبير من عناصر الخبره اللي عنده في الفرقه، زي عدلان كوديورا، زي رئيس وهاب مبولح الحارس. أي. زي عبد الرؤوف بن غيس، زي مزيني لاعب ترجي، هو وعبد الرؤوف بن غيس اللي انضموا للفريق. معظمهم معدل الاعمار عندهم كبير شويه، فيمكن عناصر الخبره بتغلب على عنصر الشباب. لكن في الوقت اللي اتفرجت فيه على مباراه ميدياما عندهم مشاكل دفاعيه كبيره جدا. هو حتى رئيس وهاب مبولح اللي بنتكلم عنه مش الحارس الاساسي للفرقه. ايوه. حاليا لكن حارس منتخب الجزائر. حارس منتخب الجزائر قدام منتخب مصر. كاس عالم كمان. ايوه. لعب كاس عالم. لكن
حارس لكن قصدي خط دفاع فريق شباب بلوزداد عندهم اخطاء ساذجه جدا دي تسجل من خلالها اصلا هدفين. عندهم اخطاء في لعيبه الوسط وعدم الضغط على حامل الكره في اثناء التسديد. يكفي القول ان فريق مدياما مسدد في الشوط الاول بس 12 تسديد على مرمى فريق شباب بلوزداد، في الشوط الثاني مسدد 8 تسديدات. في الوقت اللي شباب بلوزداد على مدار المباراه بالكامل مسدد 6 تسديدات فقط على مرمى فريق مدياما. فالفريق عنده مشاكل دفاعيه، ما عندناش اي اختلاف في الكلام ده كله، بس المشكله كلها احنا برضو كنا قدام يانج افريكانز قدام فريق عنده مشاكل دفاعيه بس ما قدرناش نستغلها. هي النقطه هنا ان لازم تكون عارف ومتاكد ان الفرص اللي هجيلك في الماتشات اللي زي دي مش هتتكرر. انا دايما يعني انا في كل نقطه لازم هحط ايدي على حاجه زي كده. بجانب طبعا لما نيجي نبص على خبرات المدير الفني بتاعهم ماركوس باكيتا واحد درب في مصر هنا، درب الزمالك، درب فريق بدا مع فريق فلومينينزي في البرازيل، فلامينجو، درب منتخبات البرازيل الشباب، عنده من الخبرات ما يكفي في كل الانديه العربيه، في معظم الانديه العربيه سواء في السعوديه، في سوريا، في افريقيا. اخر حاجه كان حسنيه اغادير قبل ما كان يتولى قياده فريق شباب بلوزداد، وكان وصل مع حسنيه اغادير السنه اللي قبل اللي فاتت في الكونفدراليه لحد دور الاربعه. اهم مفاتيح اللعب عندهم مين اللعيبه اللي ممكن تبقى مصدر خطوره؟ توقعك ان باكيتا وهو جاي القاهره هنا عارف انه هيلعب مع الاهلي ماتشين ورا بعض في دور المجموعات حاسمين وفاصلين، وانه خسارته في القاهره تعقد من حساباته بشكل كبير، هل ممكن تخليه يفكر في المغامره؟ لا مفيش اي مغامره، مفيش اي مغامره. انا بنسى الجولتين اللي فاتوا لبلوزداد. زي ما انت قلت يا استاذ احمد في البدايه، احنا في 34 مباراه للنادي الاهلي، كل الأندية بتغير من جلدها وشكلها ودوافعها وحوافزها وبتظهر حاجة تانية خالص. وده اللي بيحصل في أفريقيا، وخاصة لما يرتبط الأمر بأندية شمال أفريقيا. فأنا هشوف فريق جاي يتكتل تماما، هشوف فريق جاي يخلق مشاكل دفاعية كبيرة، هيحتاج منك تركيز غير عادي. لو تتذكر قبل مباراة مدياما قلت مع حضرتك رغم أنه فريق حديث العهد، لكنه إذا تأخر الهدف هنواجه مشكلة، بمجرد ما نسجل هنقدر نضاعف، نسجل 2 و3، وفعلا تأخرنا كتير لأنه فريق دافع بشكل كويس جدا، تكتل بشكل كويس، وده السيناريو المتوقع. عشان كده محتاجين نركز على التفاصيل قوي، محتاجين نرجع مرة تانية نستغل الكرات الثابتة، واحدة من أهم الأسلحة اللي استخدمها مارسيل كولر في التتويج ببطولات الموسم الماضي كانت الكرات الثابته. بشوف حاليا في تراجع كبير فيها، مباريات زي دي في توقيت زي ده وانت محاصر بشكوك لازم تعرف تكسب وانت مش افضل حاجه. يعني يمكن استاذ احمد بيتفضل اكتر من مره ان شاء الله المباراه اللي جايه الاهلي يبقى في افضل حاله. صعب، هو صعب الاهلي يصحى الصبح يلاقي نفسه في افضل حاله، لكن ازاي يوصل لافضل حاله؟ انك وانت سيء تكسب مكسب في مكسب بيعيد الثقه، ثم تعالج الامور في مراحل الشك. المكاسب هي ما تعيد الاتزان، ما تعيد الثقه مره اخرى. فبشوف ان شاء الله الاهلي قادر على انه يحقق مكسب مهم على بلوزداد، يروح كاس العالم بنفسيه اهدى، هناك تتشال الضغوط، وهناك الاهلي ان شاء الله يقدر يقدم بطوله كويسه. دي نقطه مهمه جدا، واحده من اهم الاهداف على مستوى الجمهور، ان احنا نطلع او نختم الجزء الاول من مشوارنا في دور المجموعات في صداره المشهد بعيدا عن اي مطبات صعبه، لانه اللي بعد كده بنبدا شابتر جديد او فصل جديد في مشوار السيزون ده، فصل مهم جدا بالنسبة لجماهير النادي الأهلي، هو بطولة كأس العالم للأندية، أعلى وأقوى مستويات المنافسة مع أبطال القارات من كل أنحاء العالم. نتمنى إن شاء الله نكون جاهزين ونكون رايحين بدون أي ضغوط عشان نقدم أفضل ما عندنا. بكرة نتابع إن شاء الله بإذن الله بداية عودة الأهلي تدريبات مرة تانية، ونطمن على فرقتنا وعلى سكواد الأهلي وعلى المصابين أو على الأسماء اللي ممكن تشهد مواجهة شباب بلوزداد عودتهم من جديد. بشكر نادر شبانه، بشكر سعيد علي، شرفتونا ونورتونا، وبشكركم على متابعه حلقه النهارده. بكره حلقه جديده من السادسه، تحياتي ليكم.